أساتذة الكرام على الحضور. تشتغل هاي؟ أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول مسألة التجديد في فكر الشهيد الصدر الوقت إن شاء الله في مؤلفاته في نتاجه الفكري والعملي مسألة لا يمكن أن نحدها بحد، فكل نتاجاته وسيرة حياته تمثل عملية تجديد متواصلة للواقع والحاضر والمستقبل وحتى الماضي. التجديد الذي آل على نفسه الشهيد الصدر أن يلتزمه كمنهج وأسلوب ولغة، هذه العمومية حقيقة لا تنحصر في بعد معين من الأبعاد المعرفية، وإنما ترتكز في نتاجها ونظرتها إلى التغيير، إلى اللغة، الأسلوب، المنهج والفكر. فعبر كتاباته المتعددة حقيقة اتبع الشهيد الصدر وفي رسالته في الفتاوى الواضحة على وجه التحديد، الذي يقرأ هذه الرسالة يجد هنالك بونا شاسعا في اللغة، في الرسائل الإفتائية لمعاصرين فقهاء عاصرهم أو من سبقهم. فنجد في هذه الرسالة أن اللغة التي كتب بها الشهيد الصدر لغة مبسطة يفهمها المثقف العادي، ويفهمها أيضا رجل الاختصاص من علماء الشريعة. الشهيد الصدر في أطروحته عن في الأسلوب واللغة نابعة من صميم القرآن الكريم، لذلك هو انطلق من محاور ثلاث في خطابه الثقافي الإسلامي، محتملا أو مستدلا على قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الخطاب الثقافي حقيقة هنا عندما نريد أن نحدد ماهية هذا التجديد ومحاوره الإبداعية وأثر ذلك في حركة التاريخ وصنع التاريخ الآني والمستقبلي، حقيقة الشهيد الصدر أعطى لفلسفة التاريخ استنطاقا حيا لواقع مرير كلنا الحاضرون بأعمارنا عاصرنا ذلك الواقع المرير. فحاول من خلال سننه التاريخية أن ينطلق من تعامل الحي للواقع المعاش، لذلك مفهوم التجديد حقيقة انطلق من انفتاحه على استيعاب الأنظمة المعرفية سواء كانت في الشريعة أو في نظرية المعرفة والفلسفة إلى الفقه، مروراً إلى نظرياته في علوم الاقتصاد والاجتماع والسياسة، حيث تتمحور جوانبه الإبداعية في سمتين أو ثلاثة بارزة في نتاجه الفكري. السمة الأولى هو انتقاله من فقه الماضي إلى فقه الحاضر، أي بمعنى أن الشهيد الصدر من خلال استجابته لكثير من الحاجات الجديدة والمسائل المستحدثة فرضها العصر دون الرجوع إلى الاستشهاد باجتهادات أو آراء الفقهاء الماضين، وهذا يعني محاكاة العصر في مسائل مستحدثة طرحها الشهيد الصدر لأول مرة، أو الانتقال من فقه الفرد إلى فقه المجتمع. فبعد دراسته لأيديولوجيات الأنظمة العالمية سواء كانت الماركسية أو الرأسمالية التي اهتمت بالشأن الفردي الذي يدعو إلى الأنانية في التركيز في أيديولوجياتهم الفكرية على الشخص دون المجتمع، ثم تعرفون في النظام الرأسمالي الاهتمام بالفرد أكثر من المجتمع، كذلك في النظام الماركسي. لذلك حاول الشهيد الصدر أن يحاكي الواقع بأن يجعل ما يوظف لاتجاه فردي أن يجعله ضمن
اهتمامات المجتمع، كأنه شخص فقه الفرد باتجاه فقه الجماعة. ثم أشار بعد ذلك إلى الشمولية التي اتسم بها النظام الإسلامي، فأعطى للخطاب العقلي منبراً واسعاً بجميع أطيافه، ففجر تساؤلات مختلفة استندت إلى دلالات عقلية ودلالات منطقية، ناهيك عن كونه اعتمد أيضاً الدلالات النقلية كفقيه عصر حاول أن يبرز دوره الفقهي في هذا الجانب. أثر الإنسان في صنع التاريخ وحركة التاريخ حقيقة في سننه التاريخية وضح ذلك، لكن ما نريد الآن أن نستقرأه في ونحن نستذكر ذكراه. هل استقرأنا فكر الشهيد الصدر عندما تناول في سننه التاريخية وأثرها في صناعة الإنسان وتحريك مكنوناته الاجتماعية والنفسية؟ أو هل نحن حركنا التاريخ بما نحن فيه كمنظومة؟ الآن نحن نعيش في فترة زمنية تسجل لنا تاريخاً معيناً، الأجيال اللاحقة أيضاً ستنظر إلينا أيضاً كحقبة تاريخية، وكذلك ما وضحه لنا الشهيد الصدر عبر أكثر من 30 سنة مضت، كيف كان يخطط لبناء الإنسان وفق النظرة التاريخية سليمة يستقرأها من الواقع المعاش. هذه حقيقة من خلال رؤية الشهيد الصدر ونظرته للتاريخ البشري والاجتماع الإنساني نجده يقسمها إلى أدوار ثلاثة: دور الحضانة، ودور الثاني دور الوحدة، ودور التشتت. يعني يقول إن الفكر الإنساني عبر المراحل التاريخية، أول ما نشأت عند الفكرة نشأت بناء الحضارة، بناء الثقافة اللي يعتمد بها على الاجتماع الإنساني، ومن ثم بدأ كأنه يستنطق قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في الدور الثاني دور الوحدة الذي اعتلته ظاهرة الاستغلال والطمع وحب الدنيا وتنازع المصالح الدنيوية، هذا الدور كان يقول دور سلبي في توجهاته. هذا الدور أنتج دورا ثالثا هو دور التشتت الذي وصفه الشهيد الصدر بأنه العصر اللي عاشه، أنه يقول هذا الدور الثالث نحن جزء من منظومته، فكيف نتعامل معه؟ اللي وصف هذا الدور من خلال الظاهرة الفرعونية أو الطاغوتية أو التسلطية على المجتمع البشري، فأصبح المجتمع مهدد بالانزلاق إلى مكامن الشيطان والسقوط في حباله. عندها يقول احتاجت الأمة إلى قائد ينتشلها من هذا الواقع المرير. الشهيد الصدر عندما وضع هذه المسألة أمام الاعتبار أراد أن يعطي رؤية حقيقة فلسفية للتاريخ، من حيث هي رؤية منطقية نقدية مرتبطة بالمراجعات المستمرة اللي تتطلبها تطورات المجتمع من جهة ومكتسبات العلوم الإنسانية من جهة أخرى. هذه المراجعات ضرورية لتصحيح المفاهيم كما يقول الشهيد الصدر وإدراكا للواقع بعقلانية. هدف هذه الرؤية هي الاستعداد لخوض الصراع الحضاري. نحن نستذكر أنه في منتصف القرن الماضي بدأت الكتابات التي تشير إلى الصراع الحضاري، وبدأت كتابات علماء الغرب تستنطق أن الواقع التاريخي آيل إلى سيطرة قطب من الأقطاب الفكرية على الوضع الدولي فكرياً واجتماعي وسياسياً. كتابات نينغتون وفوكوياما هذه استشعرها الشهيد الصدر وبين مدى خطورتها، فقال إن من واجب القائد، من واجب الشخصية القيادية الإسلامية أن تنظر إلى هذا الصراع من منظار عقائدي إسلامي، لأنه يهدد كيان الأمة ويعمل على سحق الهوية الإسلامية، هذه الهوية التي أراد القرآن لها
أن تكون هي هوية المستخلف في الأرض. ذلك الشهيد الصدر حاول أن يوضح ذلك في كتابه أو في كتابه أثر عقيدة المهدي المنتظر في عملية التغيير. هذا التغيير حقيقة وحركة ممزجة مع حركة التاريخ اللي وصفها بأنها حركة غائية سببية مرتبطة بالماضي، لأنه اعتبر التاريخ جزء من منظومتنا الفكرية الحية التي لا يمكن للإنسان أن ينفصل عن تاريخه عن تاريخه. يعني الآن لو نستذكر واقعة معينة مؤلمة تهز مشاعرنا تؤثر في تفكيرنا، إذن التاريخ هو جزء حي نتعايش معه ويتعايش معنا، لا يمكننا أن ننفصل عن التاريخ في هذا الجانب. وهذا ما أشار إلى حقيقة أنه وصف عملية إعادة بناء الشخصية عبر فلسفة التغيير بأنه انقلاب على الذات والواقع، ويستقرئها من خلال الواقع الاجتماعي للأمة. ذلك عندما يتناول الشهيد الصدر النصوص الدينية المقدسة سواء كان من القرآن الكريم أو من حديث نبوي شريف، ويدرسها دراسة عالم ناطق، إنما يدرسها بموجب قوله تعالى انطلاقا من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يحاول أن يستشعر ذلك حتى من تغيير المحتوى الداخلي للإنسان. فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، وذلك كلام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يخاطب الإنسان فيقول له دواؤك فيك وما تشعر ودواؤك منك وما تنظر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ العزيز.